لا يغرنكم تمدده على الأرض وادعاؤه الإدماء وفقدان الوعي، فهي صورة المعتدي بعد أن تلقن درسا في احترام الحرمات والممتلكات. قرويون فلسطينيون احتجزوا لساعات مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين بعد أن أشبعوهم ضربا إثر محاولتهم الاعتداء على مزارعين كانوا يعملون في أراضيهم بقرية قصرة جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة. ضربوا شاب صغير في البلد في قصرة وهاجموا المزارعين، فالأهالي خرجوا من القرى وحاصرون في البيت هذا، وهذا اللي صار هيك شايفوا. الحادثة التي طعن في تفاصيلها ممثل لمستوطنة يشكوديش القريبة تزيد من التوتر الذي يعتمل منذ فترة طويلة بين المستوطنين الإسرائيليين والمزارعين الفلسطينيين في الضفة الغربية. تقريبا 22 مستوطن ومعهم مهدات، معهم بلطات، معهم مواسير وهذا، وبلشوا كسروا في الزيتون. هسا الشباب اللي حكتهم يعني هنا، فكلم رئيس المجلس روح انت والشباب يعني اتم واحد يبعدوا، بدناش يصير احتكاك بيننا وبينهم، خلص يعني هاي الجيش موجود وهذا، وما صاروا يضربوا على الشباب والشباب يضرب عليهم، فامتدت تمنهم حصرهم في غرفه يعني في بنيان، وهناك صارت يعني المشكله. احتجز المزارعون المستوطنين الذين تراوحت اعمارهم بين 15 و30 عاما في منزل قيد البناء على اطراف القريه، ثم سلموهم إلى جيش الاحتلال الذي اكتفى بتخليصهم من عقاب المزارعين الغاضبين ولم يتخذ أي إجراءات ردا على ذلك، فيما اعتبر تخليا عن حماية هجمات مجموعات ما يسمى بدفع الثمن التي يمارسها مستوطنون متطرفون بحق الفلسطينيين. احنا كأعضاء مجلس وكمسؤولين في البلد تصرفنا بحكمة لما حافظنا على حياة هؤلاء الناس، لأنهم استسلموا ورفعوا أيديهم أصبحوا باعتبار أسرى لنا، فبديننا الأسرى يجب أن نعامل معاملة حسنة. بالفعل أحضرنا لهم الماء، أعطيناهم المحارم حتى مسحوا الدم عنهم، وعاملناهم معاملة طيبة حتى أجل الجيش بعد 40 دقيقة. عدسات الكاميرات رصدت جانبا من تعرض المستوطنين للضرب واللكم، لكنها لم ترصد إلا فيما ندر اعتداءات هؤلاء المتطرفين على مزارعين آمنين في أرضهم لإجبارهم على تركها. ومراسل القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي يصف المشهد بأنه حفل إذلال لم يسبق له مثيل لليمين المتطرف في إسرائيل. وفيما وثقت دراسة لمنظمة بيت سالم لحقوق الإنسان 27 هجمة للمستوطنين على فلسطيني الضفة الغربية أثناء موسم حصاد الزيتون الخريف الماضي، تتزايد وتيرة العنف في الضفة الغربية مسجلة مقتل 19 فلسطينيا على الأقل.